اخوات قبيل هبيل. ياريتنا بنتعلم من كل اللي فات. تاريخنا عاد نفسه مليون مرة وما بنتعلمش, وبنسأل نفسنا دايما طب ليه ما بنتقدمش. قالها راجل حكيم زمان, في الاتحاد قوة وفي الفرقة ضعف. ياريتك تفهم معنى كلمة ضعف. عارف الغرب تحول عالم اول ليه؟ مشيوا بالظبط على فيه وجدودك قالوا عليه. الغرب تعلم مننا فكرة الاتحاد, وترجم كل كتبنا للغتهم وتقدم واستفاد. واحنا بقينا عالم تالت, وكرهنا البعض زودها خلانا عالم مكانه سابق. يا مصر ويا جزائر انتوا احفاد شهداء, لرفع اسم العروبة فوق فدوها بالدماء. والله لو عملتوا نص اللي اتعمل ما بينكوا ساعة ما امريكا جت غزت العراق, ما كانتش دخلت خير اجناد الارض واقوى واعظم ثوار. لو اتحدتوا مع بعض صوتكوا هيكون جبار. قريت جرايد برا شفت اليوتيوب واتنكد. ياه لما الحفيد يضيع جهد الجد. صراع الاخوات بقى منشتات جرايد الغرب, كل المحطوط على اليوتيوب مش تشجيع دي اسمها حرب. تشجيع بلدك من حقك, مش بس من حقك ده واجبك. اهتف قم ارفع علمك, شكرها اخوك من قلبك. اوعى تخلي الانانيه والعصبيه تشوه وطنك. الوطن العربي ما هو وطني وطنك. فيكو نفس الاديان, فيكو نفس الالوان, نفس القاره نفس الوطن, انتوا الاثنين اخوان. رساله الى كل فنان او اعلامي, لو وقف مصر او الجزائر ساهم في زياده المشكله بين الشعبين عشان يزود شعبيته,